السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. معكم أم علي، وحشني جدا. بعتذر بقالي يومين ما نزلتش أي فيديوهات، والله غصب عني. النهاردة هعمل معكم القطايف بأكتر من طريقة، بحشوات مختلفة حلوة أوي، فيهم طريقة حصري يعني مش هتلاقيها غير موجودة عندي إن شاء الله، وهتعجبك جدا. العجينة طرية جدا وناجحة لأي حد لسه بيعملها. سيبلك المقادير جوه صندوق الوصف، بس أحب في البداية أقدم تعازيل في اخت ام زياد الله يرحمك. انا بعتذر ان انا يعني جيت متاخره، بس الحقيقه انا مش متابعه خالص مع اليوتيوب، وحزينه جدا جدا. يعني انا بسال نفسي ايه اللي كان بينها وبين ربنا، ان الناس يعني عارفينها وبيدعوا لها كده. الله يرحمها الله يرحمها. تعالوا ندخل على المقادير عشان الوصفه يعني ما تجريش مني، ونرجع نتكلم مع بعض. المقادير بتاعت القطايف بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة خالص، زي ما قلت تقدري تعمليها، اي حد لسه بيعملها تنجح معاه. عندي دقيق ومية دافية وخميرة وبيكنج باودر وذرة ملح ومعلقتين من السكر، هي دي مقادير القطايف. بس هتلعبي فيها بقى وتغيري النكهات زي ما انت عايزة. اعملي كوبايتين بس من الدقيق، او مش عارفة الطحين بيسموه. نزلت هنا بالدقيق على السكر على ذرة من الملح على الخميرة، وهنزل دلوقتي بالمية، وديتها الخلاط. بتاخد حوالي نص دقيقة او دقيقة جوه الخلاط، بحيث تتأكد ان هي كلها ضربت في بعض ومبقاش فيها تكتلات. لو انت شايفة فيها تكتلات لازم تصفيها. بعتذر عن الصوت، بس والله العظيم انا حزينة جدا، ولدرجة ان عيطت فعلا، انا بكيت. هنا القطايف، اول نوع من القطايف اللي هشتغل عليها هشتغل على البيضة، وبعد كده هشتغل على التاني. بصوا، عايزة اقول لكم حاجة، الجريل او الطاسة اللي هتشتغلي عليها او الصاج بلاش يعني توزعي عليه، لازم النار تبقى من تحت عليه داير ما يدور. فانا حبيت ان انا املى الجريل كله، فطلعت خطوة مش مظبوطة. لازم النار تبقى تحت القطايف كلها، عشان لازم تعمل الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي. فعملت كده في كل في الجريل الواحد ده، عملت واحدة بس اللي هي فوق البوتاجاز النار بالظبط، عشان نار متوسطة. وكل كام واحدة لازم تنضفي الصاجة بعديها او الصينية اللي بتشتغلي عليها عشان ما تلزقش. بص شكلها عامل ازاي، حلوة جدا، طرية جدا، هش، عاملة زي الاسفنج. انتي تتحكمي في اللون اللي انتي عايزاه. بصوا، لازم تحطيها النار تبقى تحتها مباشرة، يعني لو هي النار تحتها جزء وجزء تاني، جزء هو هيستوي وجزء تاني هيفضل ناي. بص عاملة ازاي، اول واحدتين تلاتة كده كانوا طالعين لونهم فاتح معايا، لحد بقى ما هي سخنت وانا كمان سخنت معاها، وابتديت بقى اظبط الدرجات كده كده. بصوا زي ما انتوا شايفين، هنا بقى هعمل، هحط اللي هو عندي ده 100% جابانيز تي، عندي اللي هو الشاي الياباني اللي 100% باودر، وهو اورجانيك طبيعي. ضفت عليه النص التاني، ضفت عليه جزء من الشاي، نص معلقة صغيرة من الشاي اللي هو الياباني الاخضر ده. الشاي ده صحي جدا، انا بحطه في الكيك وبطبخ بيه، وبحطه في حلويات كتير، واستخدمته النهاردة جوه القطايف. وعملت كمان قشطة بال بيه. هنا شكل القطايف بعد ما عملناها، واللي من جوه قوي دي اللي هي بالخضرة. هجيب هنا اي مكسرات انتي بتحبيها، هنزل عليها بعين الجمل، وهنزل بعد كده بعسل. حبيبي ممكن صوت، عفوا يا جماعة. استخدمت حوالي القطيف، على فكره ما تاخدش مكسرات كتير، وعلى قد ما تقدري لازم تبقي مكسره المكسرات اللي هتدخليها جوه، ما تبقاش خشنه عشان ما تتقطعش منك. بصي عامله ازاي، حبيت اوريكي ان هي قد ايه سهله وبسيطه جدا جدا، عامله زي الاسفنج، منين ما تحطيها تروح والله. العين الجمل يبقى مطحون كويس عشان ما يقطعهاش، على قد ما تقدري خليه مطحون. انا يعني عشان محترفه شويه في الموضوع ده، فيعني ويعني ظبطتها. عايزه اقول لكم انتوا بس اطحنوها عشان ما تتقطعش منكم، واستخدموها وهي طرياني. بعد ما تعمليها على طول حط فيها الحشو وما تسيبهاش. انا على فكره يعني عملتها وسبتها لتاني يوم عشان تبقوا معايا، بس لقيت فيه بعض وحدات كده حسيت ان هي انا ما حطيتهاش في كيس، سبتها زي ما هي في الفوطه، كان لازم اقفل عليها ببلاستيك. فعلى قد ما تقدروا استخدموها، هي لسه فريش طريه، هتقفل معاكم بسرعه زي ما انتوا شايفين، تاك تاك على طول بتقفل وجميلة. تغطي، متأكدي انك انت قبل ما توديها كمان الزيت لازم تبقي قافلة الحروف،
يعني بعد ما تقفلي وتحشي بالشكل ده، اما تيجي توديها تتقلي اتأكدي انك انت قافلها، بصي عليها اخر بصة. بصوا عايزة اقولكم ان هي يعني ما بتفكش خالص وطرية جدا. هنا حبيت ان انا اعمل حشوة ال اسمها ايه المارشميلوز، بس حقيقة طلعت يعني فكرة فاشلة لازم اعترف. المارشميلوز عمل ملتي من جوه وسح وبقى خلى القطايف سويت سويت سويت، يعني ما كانتش محتاجة انك تعملي لها سيرب. هنا بقى مجرد تجربة حبيت ان انا اعرضها لكم عشان لو حد جات في دماغه زي ما جات في دماغي انا كمان، كانت ممكن تتاكل كده وهي بدون ما تتقلي. بصوا هنا حشيت جبنة حلوة قوي قوي قوي، خطيرة، كانت طعمها حلو جدا خاصة وهي سخنة. بصوا هنا بقى اللي عملناها بالشاي الياباني اللي هو الشاي الاخضر. هتعملي اي اشكال، عملت الاحجام كبيرة، هقفلها بس كده لاني انا مش هقليها، هي خلاص مستوية. انا هعمل الكريمة بتاعتها او القشطة بتاعتها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها. عايزة اقول لكم المكسرات تطحنوها كويس قبل ما تحشوها عشان ما تقطعش القطايف. رقم واحد ما تزودوش في المكسرات عشان القطايف ما بتاخدش مكسرات كتير. جبنا الجبنة، عملنا الجبنة مع بعض بأكتر من طريقة، عملت الكيري وعملت الكريمي تشيز. أي طريقة منهم موجودة عندي في القناة، لو كتبت اسم قناتي وجنبيها جبنة هتطلع لي كل الطرق بتاعت الجبنة اللي عملتها لك. خدت أنا جزء من الجبنة نزلت عليها بشوية من اللي هو الويب كريم، وهنزل عليها بالشاي ده النوع اللي انا بستخدمه، حلو قوي وصحي جدا جدا، وكمان طعمه حلو ليه ريحه حلوه جوه المخبوزات اللي انا بعملها. لذلك حبيت ان انا اشارككم فيها واقول لكم يعني، يعني لعل وعسى حد يدعي لي دعوه حلوه يعني وربنا يستجيب منكم ان شاء الله. واحنا في الايام الجميله خدت جزء بسيط من الشاي حطيته هنا على الجبنه والهابي كريم، وحطيت سكر بسيط برضو، هسيب المقادير جوه صندوق الوصف، وشغلت عليهم الهاند بلندر. ما بياخدش اكتر من نص دقيقة. تقدري تحطي الجبنة اللي احنا عملناها وتحطي حليب، ما تحطيش الكريمة هتشتغل. عملنا السيرب مع بعض او الشيرة او الشربات بتاع كل الحلويات على قناتي التانية، اللي عايز الطريقة يرجع ليها هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف. هنا بيكون الزيت عندي سخن ما بيكونش بيغلي، وهسيبه وهبقى يعني مش هسيبه وامشي لا، يعني خلاص اول ما الاقيه ساخن هبتدي انزل درجة الحرارة عليه، خليه يعني على درجة حرارة متوسطة او فوق المتوسطة بسيط، وهبقى جنبها لاني هي مستوية. كل اللي انا عايزاه ان انا ارمش الحروف بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني ما بتاخدش مني دقيقة. وعندي هنا السيرب جاهز هنزل على طول بيه، وهنا ده انا فتحته عشان احشي قشطة فيه. عملت جزء الفيديو حقيقي كان طويل لان في اكتر من وصفة، فقصيت منه كتير على قد ما اقدر يعني. نزلت ده، نزلته هنا في الشربات وهو سخن، الشربات كان بارد عشان لو حد يسألني، وهقلبها كده داير ما يدور حوالي نص دقيقة، واروح رفعها على مصفى عشان يصفي الشربات الزيادة اللي فيه. وبعد كده اللي انا عملته ده اقدمه في الطبق في اطباق التقديم بتاعتي. سمعت الصوت عامل ازاي؟ حقيقي تبارك الله. هنا ده كان بالجبنه، والاخضر ده بقى اللي عملناه اللي هو بالشاي الكريمه او القشطه الحلوه قوي قوي، الطعم يجنن. هتندمي لو ما عملتيش الطريقه دي، هتندمي هتندمي فعلا. لما تعملي الطريقه دي وتاكليها تعرفي انك عمرك في حياتك ما اكلتي قطايف بالشكل ده. انا سمعتكم صوت القطايف في الواحده اللي فاتت كانت لسه طالعه، حقيقي تبارك الله. من اول ما عملتها لحد دلوقتي انا كنت صايمه وانا بعملها، انا دلوقتي بسجل وانا فتره خلاص. هنا بقى عملت قشطه بيضه اللي انا عملتها معاكم، او كريم تشيز اللي يعجبكم الاسم اللي يريحكم. ممكن هتاخدي الجبنه وتستبدلي الويب كريمه بالحليب العادي، هيديكي برضو نفس النتيجه. بدل ما تعملي نشا والحاجات دي كلها فخدي حاجه جميله احسن، يعني هتحسي بيها اكتر. هنا زودت حطيت بسيط من اللي هو الفستق ومجرد تزيين انا مش محتاجاه. وهنا اللي انا عملته بالشاي الياباني اللي هو الشاي الاخضر يجنن، مش عارفه اقول لكم ايه، كله جميل جميل جميل. بصوا الارتفاع بتاعها عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله.
تبارك الله. انجوي يا جماعة، عايز اقول اول مرة بزوروا قناة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك وحطوا لايك وتابعوني على صفحتي وقناتي التانية، هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف.